الحالة ظهرت في كازا بلونكا في مولاي رشيد، المستشفى تاع مولاي رشيد. كنتمناو اخويا من السلطات المحلية باش يلقاو لينا شي حل وما نقراوش هذا العام، بس على حسب الجهوي اخويا ما بيناش نقراو ما بيناش ندوزو حتى العام الجاي ان شاء الله بينا سنة بيضاء. واخا هو يمكن تاخذوا القرار ديالو من بين انه ما غاديش يحرموا الناس اللي في برا باش يشوفوا الاهل ديالهم، ولكن الامر كيشكل خطر على يعني كاين دوك العلاقات بين الاسر، وكا يجي شي حد من برا يعني يمكن داك الفيروس يجيبو من عندهم يحاول ما يمكن غينتشر بسرعه في المجتمع، خصوصا حنا مجتمع كيحضر بزاف التكتلات وبحال قلتي في الطوبيس الملاعب. ناسيونال كنسمعوا كورونا فيروس دغنيغ موسلي على انها دخلت المغرب، هادشي اللي كنعرف، وانها كتنقل باغ لا فواغ اسبيرال يعني خطيره. يعني شنو هما لي سوليسيون بوغ ايفيتي هاد الفيروس هذا؟ هو انه خاص يكون الكونترول ديال اي واحد غادي يجي داخل المغرب، خاص يكون كونترول الناس اللي جايين يعني يحبسوهم ما يجيوش، وخاص ليكيبمون اوسبيتاليزي.